اليوم إن شاء الله عندنا صالونة سمك. أول شيء أبدأ بتجهيز الرز. في هذه الوصفة استعملت رز العائلة، غسلته وطبخته 3-4 استواء. بعدها أبدأ بتجهيز السمك، أتبله وتركيه يرتاح لمدة نص ساعة. الخطوة اللي بعدها أحمس السمك على الوجهين وتأكد أنه نص استواء، بعدها طلعه برا القدر. بعدها نزل الطماط وعصير الطماط والبصل والثوم والفلفل البارد والبهارات ومعجون الطماط، واضيف المويه واتركهم تتسبك. بعدها نزل السمك ونزل الرز 3-4 استواء وقفل عليه، وبعدها بيكون جاهز علينا وعليكم. بالعافية يا رب. بالله ركز على حبة الرز، شوف